22 10 من شهر رمضان المبارك لعام 1443 للهجرة، حيث ينطلق في هذه الأثناء وعلى الهواء مباشرة هذا الشوط الأول الرئيسي الخاص بسن الثنايا البكار من مسافة 8 كيلومترات. هكذا انطلق مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية، عبر قناة الكاس، عبر موقع الأبرقة لسباقات الهجن. هذا الشوط الرئيسي في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث هذا اليوم 18 من شهر رمضان، يوم الثلاثاء، يوم الثنايا. بسم الله وعلى بركة الله انطلق هذا الشوط بأسمائه المتواجدة من هذه المسافة الماراثونية 8 كيلومترات في هذه الأجواء الشتوية، الأجواء الباردة في صباح هذا اليوم، بمشاركة في هذا الشوط عدد من البكار الحاضرات المؤهلات لانتزاع هذا الشوط الأول الرئيسي. نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين. وهكذا مشاهدين الكرام ينطلق هذا الشوط بمشاركة الجذابة لسهيل بن ثعيل بن عامري الضبي لعتيق بن فران بن قريع، آثار لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل، حاضرين لكردي بن جاسم المنخس، محذاف لمحمد بن سالم بن مبارك بن جهويل الصيدلية، لصالح بن حمد بوشريدة، هوايل لعلي بن حمد بن مقارح، بلشة لمحمد بن علي بن حمد المري، الشايبة لخليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري، أفعال لسالم بن ناصر الشنجل، التزام لمشلش بن سعيد الخيارين، عوامة لناصر بن عبد الله المسند، والعنود لعلي بن محمد النابت، شبا لمسفر بن علي السناري، مرامي بيشام بن محمد العجمي، العنود حمد بن محمد الظاهري، الضبي خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي. هذه الأسماء المتواجدة في أقوى أشواط الثنايا في صباح هذا اليوم. مقدمة الشوط ومن تسيطر وتهيمن على مقدمة الشوط، الشايبة على مقدمة الشوط على المركز الأول، أقوى أشواط الثنايا رئيسي الثنايا. هذه الشايبة على المقدمة متربعة تربع تام لخليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري، يقدم الشايبة على مستوى وصعيد المقدمة والمركز الأول والنمبر ون، بينما المركز الثاني وصلت التزام وتقدمت في هذه اللحظات التزام لمشلش بن سعيد الخيارين على صعيد المركز الثاني، بينما المركز الثالث تقدمت الصيدلية، صالح بن حمد بن صالح بوشريدة يقدم هذه الصيدلية المتنقلة على أرضية الميدان، بينما المركز الرابع العنود علي بن محمد بن سعيد النابت على المركز الرابع، بينما المركز الخامس حضرت حاضرين وتقدمت حاضرين وتواجدت حاضرين في الوقت المناسب لهذا الشوط الرئيسي في أقوى أشواط. حضرت حاضرين لكردي بن جاسم بن كردي المنخس يقدم حاضرين على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، وهناك أسماء خلف دائرة النداء وخلف دائرة الخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ولكن تبقى الإذاعة والنداء مع الخمسة النجوم الأولى التي تسلط عليها الأضواء والكادرين، الكادر العلوي والكادر السفلي، وهناك أسماء راها بالعين المجردة خلف دائرة النداء كما نشاهد هذا العبور عبر الكادر التحتاني وهذا الدخول من هذه الأفواج المنطلقة والباحثة عن أيضا موطئ قدم في دائرة النداء والإذاعة. نشاهد هذا السيل مع مخرجنا محمد بن بخيت بن خزينة، من أيضا يرافقنا في الإخراج في صباح هذا اليوم، وزميل أيضا علي بن محمد بوشارب مع هؤلاء الشباب المتميزين. نشاهد الكادر التحتاني وهذه الشعارات التي تندفع على الكادر التحتاني باحثة عن المقدمة. العودة إلى مقدمة الشوط مع بن ضابط، مع الشايبة لخليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري، يقدم لنا الشايبة بإنجازاتها بسجلاتها الحافلة
بالإنجازات. هذه على المركز الأول، بينما الملاحقة للشايبة من التزام مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين يقدم التزام على المركز الثاني، بينما من تقود المنطلقات من الخلف وفي المركز الثالث تقود هذا السرب من البكار الأصايل وصلة الصيدلية مع أبو حمد صالح بن حمد بن صالح بوشريدة يقدم الصيدلية مع أول 3 كيلومترات، ويتبقى 5 كيلومترات أو أقل قليلا عن خط النهاية عن الفوز وعن الناموس. الصيدلية على المركز الثالث في هذه اللحظات لصالح بن حمد بوشريدة يقدم الصيدلية. المركز الرابع وصلت فيه وتقدمت العنود لعلي بن محمد بن سعيد النابت يقدم العنود على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تصل حاضرين لكردي بن جاسم بن كردي منخس يقدم حاضرين الحاضرة والمتواجدة على صعيد المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى. العودة إلى مقدمة الشوط، يا سلام، ما زالت المقدمة، ما زالت الصدارة مع الشايبة خليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري. يقدم الشايبة خير تقديم في أقوى أشواط التنايا في صباح هذا اليوم، شوط حساس، شوط مهم لكل المشاركين، شوط أيضا للفائز في هذا الشوط أيضا يحظى بثقة كبيرة في ذلوله في البكرة المشاركة المنتجة لأقوى أشواط التنايا في آخر المشاركات الرسمية في ميدان الشحانية. هناك ختام الوثبة، ربما الفائزة تنتقل للمشاركة في ختامي الوثبة، نتمنى التوفيق للجميع هنا وهناك. المركز الثاني من تحركت فيه، من تقدمت التزام مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين يقدم التزام مع منتصف المسافة 4 كيلومترات انقضت، يتبقى مثلها تماما، مر هذا الشوط سريعا للغاية. المركز الثالث تقدمت فيه وتسللت العنود، تعود ملكيتها لعلي بن محمد بن سعيد النابت، وهنا اسم ينضم إلى دائرة النداء والإذاعة، وصلت الظبي خالد بن حمد الزعبي في أول نداء للظبي، تتسلل المركز الرابع أيضا الصد هذا الدخول اللافت، وصلت مرامي لبيشان بن محمد العجمي، لبيشان بن محمد بن فهيد العجمي يقدم مرامي، تنتقل من الخامس إلى الرابع إلى الثالث مباشرة في طريق إلى الناموس وإلى الفوز برئيسي التنايا في صباح هذا اليوم. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، بدأنا نقترب من لوحة 3 كيلومترات، وبدأت الأسماء تقترب من الاسمين المتواجدين على مقدمة الشوط. ما زالت المقدمة مع الشايبة لخليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري، تقدم هذه العروض الفنانة متحملة مسؤولية رئيسي ثنايا اليوم. أقوى الأشواط ما زالت تسيطر على المقدمة على معترك الثنايا، هذه الشايبة وتعود ملكيتها لخليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري. المركز الثاني التزام مشلش بن سعيد الخيارين يقدم التزام في المركز الثاني، بينما بن بيشان قادم شعاره. على المركز الثالث يقدم مرامي بيشان بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يقدم مرامي. على المركز الثالث من ترمي ايضا بثقلها في هذه اللحظات في معترك رئيسي التنايا، بينما المركز الرابع تقدمت فيه العنود علي بن محمد بن سعيد النابت يقدم العنود، ولكن دخول وتسلل عليها من قبل الظبي خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي، تسللت الظبي مع الزعبي للمركز الرابع، بينما المركز الخامس العنود علي بن محمد بن سعيد النابت. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، هناك أسماء قوية لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، ننتظرها في الكيلو وين الأخيرين عن الناموس عن خط النهاية. أول المتسللات، أول المنطلقات وصلت العنود حمد بن محمد بن سهيل اليبهوني يقدم العنود على المركز الخامس في هذه اللحظات. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المعركة الطاحنة ما بين الشايبة وما بين التزام، معركة ثنائية غير
تغيرت التزام، تسللت التزام، انطلقت التزام مع مشلش من سعيد الخيرين، وايضا تنفرد في هذه اللحظات بالمقدمة التزام في وقت حساس، كيلو وين او تزيد قليلا عن خط النهاية عن الناموس يا ابو سعيد يا مشلش يا ابو سلطان ايضا يا بن ضابط عن خط النهاية عن الناموس المركز الثالث يصل بن بيشان وتصل مرامي، تصل مرامي على المركز الثالث، تعود ملكيتها لبيشان بمحمد بن بيشان العجمي، وفي رصيدها سيارة في مهرجان المؤسس في هذا العام، وفي رصيدها ايضا سيارات في دول الخليج تبحث عن انتزاع نقطة رئيسية. مرامي مع بيشان بن محمد بن بيشان العجمي المركز الثالث، تحركت فيه الظبي خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي، بينما في المركز الرابع الظبي، بينما المركز الخامس تسللت محذاف محمد بن سالم بن مبارك بن جهويل، تقدمت محذاف في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، بدأت الأسماء تقترب من بعضها البعض، تصل في هذه اللحظات الظبي عتيق بن فران بن قريع على المستوى المركز الخامس، وتصل أيضا حاضرين كردي بن جاسم المنخس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، بدأت المراكز تقترب من بعضها البعض لتلتحم في الأمتار الأخيرة، لنرى هذا الالتحام سيسفر عن اسم من هذه الأسماء ستفوز برئيسية ثنايا. إذن أين سيتجه الشوط يا متابعين الأعزاء؟ عادت مرة أخرى، عادت الشايبة إلى المقدمة إلى موقعها الصحيح مع خليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري في المركز الأول، بينما المركز الثاني بدأت بالانطلاق التزام مشلش من سعيد الخيارين المركز الثالث، تصل مرامي تعود ملكيتها لبيشان بن محمد بن بيشان العجمي على المركز الثالث، المركز الرابع الظبي على ما يبدو عند الزعبي، تصل الظبي في هذه اللحظات وتعود ملكيتها لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي، حاضرين تصل مع جاسم بن كردي المنخس على المركز، مع كردي بن جاسم المنخس مع المركز الخامس، وتسللت ايضا محذاف لمحمد بن سالم بن جويل، ووصلت ايضا الجذابه لسهيل بن ثعيلب بن طهميمه العامري مع المركز الخامس. العودة إلى مقدمة الشوط، الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المثير، ما زالت الشايبة تقدم هذه العروض الفنانة وتستميت في الدفاع عن موقعها من البداية، تستميت الشايبة مع بن ضابط مع هذا الشعار الصامد، مع هذا الشعار المميز، مع هذا الشعار الله، انطلقت الشايبة، انطلقت الشايبة لتجدد أيضا الفوز وتجدد أيضا تمسكها بالمقدمة. هذه الشايبة مع بن ضابط خليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري، يا سلام يا بن ضابط، يا سلام يا الشايبة، روح والقلب داعيلك. هذه الشايبة تنطلق مشاهدينا الكرام، يوم سمعت باسمها قامت تلفت سلمت تسليمة مصلي وطارت صاحبة الشوط الرئيسي في السباق المحلي السابع، حاضرين قادمة، حاضرين مع كردي منخس، مع كردي بن جاسم المنخس المركز الثاني، ولكن خلاص، ولكن خلاص تكرر الانجاز تلو الانجاز. سلام يا الشايبة، سلام، سلام يا الخريب، سلام. هذه الشايبة فازت بالشوط الرئيسي في السباق المحلي السابع وتفوز في هذا السباق المحلي التاسع. الله، سلام الخريب، سلام الخريب، سلام لبن ضابط، سلام، سلام لمالك للشايبة، سلام خليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري، يهنيك على هذا المستوى الفنان وعلى هذه النهاية الصاروخية للشايبة في هذا الشوط الرئيسي، وسلام للشايبة، سلام، سلام هل الخريب، سلام. المركز الثاني وصلت حاضرين كردي بن جاسم منخس، المركز الثالث وصلت الظبي لخالد بن حمد الزعبي، المركز الرابع، المركز الرابع مرامي بيشان بن محمد بن بيشان، المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه العنود حمد بن محمد بن سهيل الظاهري. هذه النتيجة والشايبة تكرر الإنجاز بالشوط الرئيسي بعد فوزها في السباق المحلي السابع. سلام يا الشايبة، سلام. 12 دقيقة 51 ثانية 79 جزء من الثانية، التهاني والناموس لهل الخريب اليوم ولخليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري، سلام يا الخريب، سلام. المركز الثاني اللي ما قصرت، حاضرين قدمت عرض تشكر عليه، قطعت المسافة في 12 دقيقة 58 ثانية 47 جزء من الثانية، التهاني كردي بن جاسم بن كردي منخس. المركز الثالث اللي وصلت في المركز الثالث مرامي، قطعت المسافة مرامي
أو الظبي، أو الظبي، الظبي هي من فازت في المركز الثالث. 13 دقيقة ثانية واحدة 75 جزء من الثانية، التهاني والناموس لمالك الظبي خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي.